انطلقت في تونس فعاليات المؤتمر الثاني للإعلام العربي لبحث الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيا. وفي عرض رؤية مصر للإعلام الرقمي أكد الدكتور صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الرؤية تركز على احترام مبدأ الحرية والتعبير مع إزالة أي محتويات ضارة بالمواقع الرقمية وفقا للضوابط المحددة. احترام مبدأ حرية الرأي والتعبير والعمل على مساعدة المستخدمين على الابتكار والإبداع، تمكين المستخدمين من تقديم الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار والتحقق من مصداقية هذه الشكاوى بما يضمن النزاهة والشفافية مع توثيق هذه الشكاوى واختيار طرف أطراف الشكوى بالقرار، تقديم تقرير نصف سنوي إلى المجلس الأعلى باللغتين العربية والإنجليزية حول التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار، قبول إزالة المحتوى الضار طبقا للحالات المبينة بالمادة 46 من هذه اللائحة وذلك خلال 24 ساعة من الاختيار بالإزالة ما لم يثبت خلال تلك الفترة عدم صحة الوقائع المعمول عليها في قرار الإزالة أو في حالة قيام المجلس بحالة الشكوى بخصوص المحتوى إلى أحد الجهات المختصة قانونا لفحصها وثبت مخالفة المحتوى فيتم الإزالة فورا وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لتقديره حيال عدم الالتزام بتنفيذ الحذف أو الإزالة. وفي سياق متصل قال رئيس اتحاد الإذاعات العربية محمد الحارثي إن التسارع التكنولوجي يغير الخريطة الجيوستراتيجية للعالم ويؤكد أن العلاقة بين التكنولوجيا والسياسة واقع يحدد ملامح العالم الجديد. فإن التسارع التكنولوجي السريع حقيقة يغير الخريطة الجيوستراتيجية للعالم بشكل جديد ويؤكد أن العلاقة بين التكنولوجيا والسياسة واقع يحدد ملامح العالم الجديد. لقد أصبح العالم من حولنا حقيقة خريطة إعلامية، لم يعد خريطة جغرافية أو خريطة تاريخية. أصبحت محاور الشركات الإعلامية العملاقة هي التي تحدد محاور القوة في العالم. وأصبحت هذه الشركات هي المحرك الأساسي لصياغة سلوكنا وفكرنا وتعاملنا مع الآخر. ولا شك إن التكنولوجيا حتى نكون منصفين وننظر بواقعية وحيادية قدمت خدمات للبشرية وساعدت وغيرت حياتنا وأعطت لنا مزايا مهمة، لكنها في الجانب الآخر هناك جانب سلبي من خلال تغول هذه الشركات وهيمنتها وتضخمها على حساب المحتوى المحلي والمواطن البسيط.